لم يمت أحد تماما، تلك أرواح تغير شكلها ومقامها. يا موت، يا ظل الذي سيقودني، يا ثرث الاثنين، يا قناص قلب الذئب، يا مرض الخيال، اجلس على الكرسي، ضع أدوات صيدك تحت نافذتي، وعلق فوق باب البيت سلسلة المفاتيح الثقيلة. لا تحدق يا قوي إلى شراييني لترصد نقطة الضعف الأخيرة. أنت أقوى من نظام الطب، أقوى من جهاز تنفسي، أقوى من العسل القوي، ولست محتاجاً لتقتلني إلى مرضي. فكن أسمى من الحشرات، كن من أنت، شفافاً بريداً واضحاً للغيب. كن كالحب عاصفة على شجر، ولا تجلس على العتبات كالشحاذ أو جاب الضرائب. لا تكن شرطي سير في الشوارع، كن قوياً ناصع الفولاذ، واخلع عنك أقنعة الثعالب. كن فروسياً بهياً كامل الضربات. قل ما شئت من معنى إلى معنى أجيء، هي الحياة سيولة وأنا أكثفها، أعرفها بسلطاني وميزاني. فيا موت انتظر واجلس على الكرسي، خذ كأس النبيذ ولا تفاوضني، فمثلك لا يفاوض أي إنسان، ومثلي لا يعارض خادم الغيب. استرح، فلربما أنهكت هذا اليوم من حرب النجوم. فمن أنا لتزورني؟ ألديك وقت لاختبار قصيدتي؟ لا، ليس هذا الشأن شأنك. أنت مسؤول عن الطيني في البشري، لا عن فعله أو قوله. هزمتك يا موت الفنون جميعها، هزمتك يا موت الأغاني في بلاد الرافدين، مسلة المصري، مقبرة الفراعنة، النقوش على حجارة معبد، هزمتك وانتصرت وأفلت من كمائنك الخلود. فاصنع بنا واصنع بنفسك ما تريد.